أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن هدفه هو التيسير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، مشددا على أهمية مساعدة أي مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري لإنجاز خدمته بسهولة ويسر. وزارة العدل في الحكومة الجديدة ماذا عنها؟ دعوني أرحب الآن بسيادة المستشار عدنان فنجري وهو وزير العدل. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة المستشار. أندم شاكر أبطالك وشكر للجمهور كله حضرتك. لو تحدثنا معالي الوزير عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت ماذا نقول؟ ألخصها لك في عبارة واحدة، إزاي أسعد كل إنسان داخل دور المحاكم والنيابات والشهر العقاري في إن هو ينجز الخدمة بتاعته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب. يكفيه رهبة المكان نفسه، لأن تعرف المحاكم والنيابات أماكن بالنسبة لنفسية أي إنسان غير مرغوب فيها. إزاي أنا أعيد له الطمأنينة وأخليه يخرج من المحكمة هو قضى مصلحته، قدم ورقته، قدم قضيته، اطلع على الجلسة المؤجلة، شاف الإجراءات بيسر وسهولة. فالهدف الأسمى خدمة المواطن أو إسعاد المواطن بالذات. إسعاد المواطن ربما يكون وصف جديد على ما سمعنا من قبل يعني وزارة العدل، خاصة وأن زي ما حضرتك كده أشرت أن المكان ربما يكون له هيبة خاصة، خاصة في القضايا والمحاكم. كيف يتم ذلك يعني على أرض الواقع؟ هل يعني حضرتك أشرت لي بعض التسهيلات، هل هناك آليات أو خطط ربما تكون مقترحة بشكل أو بآخر في الفترة القادمة حتى يتم التسهيل والتيسير على المواطنين في هذا الشأن تحديدا؟ لما نيجي نبص اللي داخل المحكمة دي، إما متهم أو مجني عليه أو مدعي أو مدعي عليه أو مدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها والمحامين بتوعه، الناس دي داخل مضطر لجأ إلى المحكمة في سبيل الحصول على حقه. فأنا مهمتي التيسير عليه في سبيل الحصول على حقه أيا كان. حتى المتهم ده رجل يكفي انه بتنصب على رأسه كل الاجراءات الجنائية. لما اقول كل الاجراءات الجنائية دي اجراءات بغيضة يضطر اليها استثناء في سبيل الوصول الى الحقيقة. المتهم ده له ضمانات وحقوق يقرها القانون والدستور، ازاي انا اتعامل معه في ضوء هذه الضمانات؟ ده بيحقق له نوع من السعادة. التنسيق ما بين وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى في الحكومة ماذا عنها؟ في مجالات عدة، الداخلية بتمثل بالنسبة لنا الأساس الذي تبنى عليه جميع الإجراءات الجنائية، هو بيبدأ بمرحلة الاستدلال وأنا بكمل التحقيق والمحاكمة. الثلاث حلقات الرئيسية دي لابد أن يكون هناك اتصال مع بعض عشان نحقق النتيجة المرجوة من اتخاذ الإجراءات الجنائية. وزارة الاتصالات ودورها في إدخال أو استمرار إدخال نظام وكالة المحاكم، عديد من الوزارة، الشؤون النيابية والتواصل السياسي أيضا والقانوني. طبعا طبعا الأمور دي كلها في الحسبان. ومن حسن حظ وزارة العدل أنه معالي المستشار عمر مروان الوزير العدل السابق انه اتبع منهج معين، وان شاء الله على خطاه اسير واستكمل ما بداه فيه في شان التعامل مع المواطنين. سيادة المستشار ومعالي الوزير وزير العدل عدنان فنجري، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وشكرا للناس كلها.